صباح الخير مشاهدينا. من أبرز المناطق السياحية الموجودة في محمية رم الطبيعية منطقة الخرزة، هاي المنطقة اللي بتتميز بتضاريسها مثل ما أنتم شايفين معنا وأشكالها الهندسية اللي كلها تسبب فيها عوامل الحت والتعرية. طبعا هاي رسالة لكل زوار وسواح منطقة رم أنه تعالوا وتعرفوا على هالمنطقة السياحية اللي بتبعد تقريبا 18 كيلو متر عن مركز الزوار. اليوم راح نروح بجولة صباحية لحتى نتعرف عليها أكثر، خليكم معنا وصباحكم سعيد. مشاهدينا معنا الان الشيخ جالي الزوايده لحتى يعرفنا اكثر على منطقه الخرزه. بنحكي لك صباح الخير، حابين تعرفنا اكثر احنا والساده المشاهدين على هالمنطقه وتحكي لنا شو اكثر شيء بيميزها. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. اهلا وسهلا بالتلفزيون الاردني في منطقه الخرزه الموجودين الان فيها. بالنسبه لمنطقه الخرزه تتميز بالابراج اللي انتم شايفينها امام الكاميرا، وتتميز بابار حوالين منطقة الخرزة، أبار مية وغرف منحوتة بالجبال، وطبيعتها حلوة كثير. طبيعة الخرزة حلوة كثير، ونتمنى من كل الأخوان الأردنيين اللي داخل البلد يجوا يشوفوا المنطقة الحلوة الرائعة بأهلها وسكانها. الشغلة الثانية، المنطقة اللي إحنا الآن موجودين فيها هذه مواصلات النقل، إذا في رحلات صحراوية للمنطقة هاي تتم عن طريق المفوضية مركز زوار وادي رم، جمعية الديسة، لنقل الزوار إلى هذه المنطقة اللي تبعد عن مركز الزوار 55 كيلو. ومثل ما أنتم شايفين المنطقة حلوة والناس الموجودين فيها جماعة طيبين وكويسين، بس ينقصهم الزوار لأنه من كل فترة وفترة يعني ما يشوفوا سياحة كثير. نتمنى على كل واحد يشوفنا الآن أنه يجي لها المنطقة الكويسة ويشوفها شاهدها بعينه يعني. المعمارية هنا بتعود للفترة النبطية بالمقارنة مع حجم السيق الموجود والواجهات الكبيرة الموجودة في البتراء، لذلك سميت بالبتراء الصغيرة. أهميتها كانت هي المحطة الشمالية للقوافل التجارية. احنا بنعرف ان الانباط اذا بدنا نرجع تاريخيا وبتسلسل تاريخي، الانباط هم جو من شبه الجزيره العربيه في نهايه القرن السادس الميلادي واستوطنوا بهاي المنطقه. فكانت اهميه البتراء هي العاصمه الحضاريه لهم، فعاصمتهم البتراء كما ذكرت، وتمتد حدود مملكتهم من بصر الشام ولغايه جنوب العقبه والمملكه العربيه السعوديه لغايه فلسطين. فكانت البتراء هي عاصمتهم. فكانت البضائع بتجيهم من كل مناطق العالم، لا سيما البضاعة الرئيسية وأهم بضاعة كانت لهم اللي هي بضاعة البخور اللي كانوا يجيبوها من عمان ومن اليمن، وكانت هي جزء رئيسي في الطقوس عباداتهم. أهمية البتراء الصغيرة هي كانت محطة للقوافل، وهي المحطة الشمالية، محطة القوافل الشمالية بالنسبة للبتراء. كذلك في عندنا محطتين، واحدة بجنوب البتراء وهي وادي صبرا، واحدة موجودة بغرب البتراء وهي بير مذكور. فكل التجار والقوافل التجارية كانت تتوقف في هذا المكان. بناء على المعلومات التاريخية بشكل عام، القوافل التجارية كانت تتكون من 800 إلى 1200 جمل، وهذا أقل تقدير كما قال الرحالة سترابو، لكن بعض الرحالة وبعض المؤرخين تاريخيا أشاروا أنه القوافل التجارية تتكون من 1000 إلى 2000 جمل.
My heart opened here because of the beautiful nature and the generosity of the people. Thank you. Shukran. Okay, we've been here a couple of days and we went through Wadi Rum with Nyas, which was a wonderful, great experience. And I think yesterday evening, Petra was quite a spiritual experience. And thank you very much. And the Jordan people are great. And we will tell everybody. What can I say? I think that seeing this in Petra, it makes one very curious how people lived, and it shows a very old culture, which is very, very high and respectable in my eyes, and I'd like to know more about this. So am I. I'm so impressed by this old city and the very, very old culture, which goes back ages and ages. Fantastic. Assalamu alaikum. I love Jordan. I love the colors. I love Petra. I love the people of Jordan and the Wadi Rum. And hopefully we can come back another time. I like the flowers. I like the daffodils. I like the mountains. I like the brownie hills. I like the firestone. I like to walk alone. Doom-ba-dee-doom.